الوصول إليها يتطلب عبور مسالك لا تصلح للمركبات. نحن هنا بالقرب من المنطقة الصناعية لتمزورة بقرية زحزوح في ولاية عين تيموشنت. أغلب سكانها من مربي الأغنام أو ما يعرفون بالكسابة، وأبرز مشاكلها غياب التنمية. من 84 في البلاصة هذه، وإحنا نربوا المواشي ونربوا الدقري وما عندناش وين نديروهم، وراه خاصنا الضوء والطريق ما عندناش، الباص يقراو على الشمع. احنا ما نجموش نتركوا هذه الخدمه نتاع المواشي ونروحوا للفيلاج، ما عندناش خدمه في الفيلاج، رانا على ظلمه هاك، لا ضوء لا حتى حاجه، ما عندنا لا بني مليح لا ما عندنا والو. دخلنا هذا الكوخ لزياره الحاجه زانه، عجوز وجدناها بالقرب من نار اشعلتها للتدفئه، وفي كوخ آخر يراجع هؤلاء الأطفال دروسهم رغم غياب الإنارة. أما خارجها يصارع الرجال من أجل ممارسة نشاطهم في تربية الأغنام. عندنا لا جو لا ماء لا حطب نسخنوا تحية معنا، أنا عايشين عشان تحسن، جينا النوم جينا الغرق جينا كل شيء، وعايشين عشان تسلك. ما جانا ضوء، ما جانا ما، ما كان تريسينتي، ما كان والو. واليوم ولادي جبتهم صغار وراهو ولادهم معاهم صغار وراهو كبار كاع. واليوم ما رانا نطلبوا من الدوله يعاونونا في الطريق، في الماء، في الضوء، نطيبوا بالغاز بالحطب، لا غاز لا 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 لانقارات للمال، لا لا توسيع الارض للزوين، والبزرهم يقراوا يقرأوا على الشمع بالليل. مهنة تربية الأغنام اضطرت أصحابها للعيش بعيدا عن المدينة رغم الظروف الصعبة، وجعلت البعض يفكر في تطليق المهنة.